بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في درس جديد من دروس الصف الثالث الثانوي لمادة الرياضيات، الفصل الدراسي الثاني، وعنوان درسنا بمشيئة الله تعالى المتجهات في الفضاء الثلاثي الأبعاد. المعلم المعد الأستاذة أريج الملوحي، ومعكم المقدم علي جراح، فحياكم الله جميعا ولنبدأ على بركة الله تعالى. درس اليوم درس سهل جدا ودرس ميسر بمشيئة الله تعالى، المتجهات في الفضاء الثلاثي الأبعاد. المتجهات في الفضاء الثلاثي الأبعاد. في البداية نريد أن نتعرف على طريقة تعيين نقطة في الفضاء. طريقة تعيين نقطة في الفضاء، الإحداثيات في الفضاء الثلاثي الأبعاد، كيف نعين نقطة؟ نحن نعلم مسبقا أننا نستطيع وبكل بساطة أن نعين نقطة في المستوى الإحداثي وفي الفضاء الثاني، المستوى الإحداثي X و Y فقط. لكن إذا كان لدينا ثلاثة إحداثيات X و Y، هذا X وهذا Y، ثم هناك إحداثي ثالث أو مستوى ثالث يسمى Z، فكيف نعين نقطة في الفضاء الثلاثي الأبعاد؟ لتعيين نقطة في الفضاء الثلاثي، في البداية نبدأ بالمستوى XY. هذا X وهذا Y، هذا X وهذا Y. طبعا لما نقول هذا X يصبح هذا هو محور X الموجب وهذا هو المحور السالب، ولما نقول Y هذا الموجب وهذا في اليسار السالب. طيب هناك محورا ثالثا يسمى المحور زد، ولا بد أن يمر بنقطة الأصل. هذا الذي بالأزرق هو المحور زد والذي يمر بنقطة الأصل. فيكون لدينا أو يتكون لدينا أو ينشأ لدينا ثلاث مستويات X Y Y Z و X Z. X Y هذا X وهذا Y، لدينا هذا X Y ولدينا Y Z هذا Y وهذا الزد، إذن هذا الذي بالأزرق هو Y زد، ولدينا X زد، هذا X وهذا الزد، إذن هذا X زد X زد. إذن لدينا، نعم لدينا ثلاثة مستويات. تقسم هذه المستويات الفضاء أو تقسم هذه المستويات الفضاء إلى ثمانية مناطق يسمى كل منها الثمن. نعلم أن في المستوى الثاني، في المستوى الإحداثي X Y، لدينا أربعة أرباع، نقول الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. أما هنا فلدينا ثمانية أثمان، الثمن الأول، الثمن الثاني، إلى الثمن الثامن. نعم، لكي نمثل نقطة في الفضاء فتمثل النقطة في الفضاء بثلاثيات مرتبة من الأعداد الحقيقية X Y و Z. X Y و Z. خطوات تعيين نقطة في الفضاء، وهذا هو الأهم لدينا في البداية. في البداية نعين النقطة X و Y في المستوى X و Y، نعين النقطة X و Y في المستوى الإحداثي X و Y، طبعا هذا الثلاثي X و Y و Z. وفي البداية نبدأ بالنقطة X و Y، هذه X هنا على محور الإكسات وهذا الواي على محور الواي. طبعا هذه المسافة التي بالأحمر قطعنا مسافة مقدارها X لأنها موازي لمحور الإكس، وهذه المسافة التي بالأزرق ذكرنا أنها إحداثي واي لأنها توازي محور واي، وفي نفس الوقت تقطع مسافة قدرها واي، تقطع مسافة قدرها واي. نحرك لأعلى أو لأسفل موازيا للمحور زد على حسب زد، حسب المسافة المتجهة التي يمثلها زد. إذا كان زد موجب نصعد إلى الأعلى، إذا كان الزد سالب ننزل إلى الأسفل. طيب مثال، عين النقطة التالية في نظام الإحداثيات الثلاثية الأبعاد سالب ثلاثة وسالب أربعة واثنين. طبعا تمثيل النقطة هذه لدينا خطوة، يعني الخطوة الأولى هو أن نعين X و Y سالب ثلاثة وسالب أربعة. سالب ثلاثة على محور X، هذا محور X، أين أنت يا سالب ثلاثة؟ هذه هي السالب ثلاثة، لأن مثل ما ذكرنا هذا محور X، هذا السالب لأن هذا الذي في الأسفل وهذا
محور إكس الموجب سالب 3 وسالب 4 على محور واي، هذا محور واي سالب 1 إلى سالب 4، هذه سالب 4، إذا السالب 3 وسالب 4 يتقاطعان في النقطة هذه. ثم بعد ذلك الزد 2، إذا نصعد إلى الأعلى أم إلى الأسفل؟ نصعد إلى الأعلى 2، إذا نصعد إلى الأعلى مسافة قدرها كم؟ مسافة قدرها 2 أو مسافة قدرها خطوتين، مسافة قدرها خطوتين. إذن الخطوة الثانية وضع النقطة على بعد وحدتين أعلى بموازاة المحور زد، بموازاة المحور زد. إذن هذه النقطة هي النقطة سالب 3 وسالب 4 واثنين، سالب 3 وسالب 4 واثنين، وهي النقطة المطلوبة. نعم، سالب 3 وسالب 4 واثنين. تمرين، عين النقطة التالية في نظام الإحداثيات الثلاثي الأبعاد 3 و2 وسالب 3. في البداية نبدأ بالنقطتين X و Y، أو نبدأ بالعددين 3 و2 X و Y، ونمثلهما في X و Y في المستوى X مع Y، هذا X وهذا ال Y. فنبدأ بالثلاثة، أين الثلاثة على محور الإكسات؟ هذه الثلاثة، هذه الثلاثة. وأين اثنين على محور الواي؟ هذا اثنين على محور الواي. إذا ثلاثة على محور الإكس مع اثنين على محور الواي أين يتقاطعان؟ نجد أنهما يتقاطعان هنا، ثلاثة على محور إكس واثنين على محور واي يتقاطعان هنا. ثم بعد ذلك سالب ثلاثة، هل نذهب إلى الأعلى أم إلى الأسفل؟ لا، إلى الأسفل، لأن سالب ثلاثة سالب، وبالتالي ننزل إلى الأسفل مسافة قدرها ثلاث وحدات، ننزل إلى الأسفل مسافة قدرها ثلاث وحدات. إذا ننزل إلى الأسفل مسافة قدرها ثلاث وحدات، وضع نقطة على بعد ثلاث وحدات أسفل. لماذا أسفل؟ لأن الإشارة ماذا؟ نعم أحسنتم، لأن الإشارة سالبة، ثلاث وحدات أسفل بموازاة المحور زد، بموازاة المحور زد، وبالتالي هذه النقطة هي النقطة المطلوبة، ثلاثة واثنين وسالب ثلاثة، ثلاثة واثنين وسالب ثلاثة. طيب أتمنى أن يكون واضح. عين النقطة التالية في نظام الإحداثيات الثلاثي الأبعاد خمسة وسالب أربعة وسالب واحد، نفس الكلام، ماذا نصنع؟ في البداية نرسم الثلاث المستويات X Y و Z، هذا X وهذا Y وهذا Z. طبعا قد يسأل سائل، لماذا على محور X هنا الموجب وهنا السالب؟ لأن نحن في الفضاء، وهذا المحور X هو أساسا كأنه إلى الأعلى، يعني كأنه يقطع المحورين Y و Z بشكل فضائي أو بشكل ثلاثي، فكأن هذا الجزء إلى الأعلى وهذا الجزء كأنه في الأسفل، ولكننا لأننا نكتب على سبورة، والسبورة تعتبر مستوى ثنائي الأبعاد، فلا يمكن أن نتخيل ذلك إلا من خلال هذا الرسم. الآن خمسة وسالب أربعة، أين أنت يا خمسة؟ هذه خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه خمسة، جميل. وسالب أربعة على محور واي، هذا واي، هذه سالب واحد اثنين ثلاثة، هذه سالب أربعة. إذا سالب أربعة هنا وخمسة هنا، وبالتالي نصل بينهما لنجد النقطة خمسة وسالب أربعة. ثم بعد ذلك سالب واحد، هذه السالب واحد، هل نذهب إلى الأعلى أم إلى الأسفل؟ لأنها إشارة سالبة، وبالتالي لا بد أن ننزل إلى الأسفل مسافة قدرها وحدة واحدة أو خطوة واحدة، لأنها سالبة، وبالتالي راح ننزل بموازاة المحور زد مسافة قدرها واحد، مسافة قدرها واحد. نعم، إذا نزلنا إلى الأسفل بموازاة المحور زد مسافة قدرها واحد، هذه النقطة الآن هي النقطة المطلوبة اللي هي خمسة وسالب أربعة وسالب واحد، وضع نقطة على بعد وحدة واحدة أسفل بموازاة المحور زد. إذا هذه النقطة هي النقطة المطلوبة، خمسة وسالب أربعة وسالب واحد. نعم، خمسة وسالب أربعة وسالب واحد. طيب المسافة بين نقطتين ونقطة منتصف قطعة مستقيمة في الفضاء، نريد الآن أن نوجد أمرين. الأمر الأول أن نوجد المسافة بين نقطتين، ونريد أن نوجد منتصف قطعة مستقيمة، ولكن هذا كله أين؟ في الفضاء. طبعا الحديث في الفضاء يشبه
بشكل كبير طبعا الحديث عن المستوى الثنائي. طيب، أولا المسافة بين النقطتين في الفضاء. المسافة بين النقطتين A إحداثياتها X1 Y1 Z1 و B والذي إحداثيها X2 Y2 و Z2. نعم، هي طول القطع المستقيمة الواصلة بين هاتين النقطتين، هي طول القطع المستقيمة الواصلة بين هاتين النقطتين وتحسب كما يلي: قانون AB اللي هو المسافة بين النقطتين A و B يساوي الجذر التربيعي X2 ناقص X1 الكل تربيع زائدا Y2 ناقص Y1 تربيع زائدا Z2 ناقص Z1 تربيع. هذا قانون المسافة بين النقطتين في الفضاء الثلاثي الأبعاد. كنا سابقا نقول X2 ناقص X1 تربيع زائدا Y2 ناقص Y1 تربيع، ونقف هنا. متى نقف هنا؟ نقف هنا لما يكون المسافة بين النقطتين في المستوى الثنائي الأبعاد، لما يكون A إحداثيها X1 Y1 وال B إحداثيها X2 Y2، فنقول X2 ناقص X1 تربيع زائدا Y2 ناقص Y1 تربيع. كنا نقف هنا، أما لأنه فضاء ثلاثي الأبعاد فيجب أن نضيف Z2 ناقص Z1 تربيع. طيب الآن مثال: أوجد طول القطع المستقيمة التي نقطتها بدايتها ونهايتها هي سالب 4 و10 و4 و1 و0 و9. هذه نقطة البداية وهذه نقطة النهاية أو العكس لا يؤثر، إذا افترضنا أن هذه نقطة البداية وهذه نقطة النهاية فلا يؤثر، فأيهما شئت لابد أن تبدأ. لما نقول هذه نقطة البداية خلاص نعتبر أن هذه X1 Y1 Z1، ولما نقول هذه نقطة النهاية نعتبر أن الواحد هي X2 Y2 Z2. إذن نستطيع الآن أن نكتب القانون AB يساوي X2 ناقص X1 تربيع زائد Y2 ناقص Y1 تربيع زائدا Z2 ناقص Z1 تربيع. نعوض الآن X2، إذا اعتبرنا أن هذه نقطة البداية وهذه نقطة النهاية، فيصير X2 سالب 4 ناقص 1 تربيع زائد 10 ناقص 0 تربيع زائد 4. لابد أن نثبت الترتيب: 4 ناقص 9 تربيع. إذا لما نبدأ بالسالب 4 فخلاص سالب 4 ناقص 1 10 ناقص 0 4 ناقص 9، لو عكسنا ما في إشكال، ولكن نقول 1 ناقص سالب 4 و0 ناقص 10 و9 ناقص 4، فأيهما بدأت لا ضرر في ذلك. طيب الآن سالب 4 ناقص 1 تربيع هي سالب 5، يعني سالب 5 تربيع يعني 25. 10 ناقص 0 10، 10 تربيع 100. 4 ناقص 9 سالب 5، فلما نقول سالب 5 تربيع يعني 25. الآن خطوة جديدة: سالب 4 ناقص 1 سالب 5 ولا ننسى التربيع، 10 ناقص 0 10 ولا ننسى التربيع، 4 ناقص 9 سالب 5 ولا ننسى التربيع. طيب سالب 5 تربيع 25، 10 تربيع 100 وسالب 5 تربيع 25، 100 زائد 25 زائد 25 يعني 150. 150، إذا طول القطع المستقيمة التي تصل بين هاتين النقطتين هو جذر 150. بالإمكان أن نقربها إذا أحببنا بالآلة الحاسبة أو تظل كما هي لا بأس. تمرين: أوجد طول القطع المستقيمة التي نقطتها بدايتها ونهايتها هي سالب 6 و6 و3 وسالب 9 وسالب 2 وسالب 2. طيب نوجد الآن طول القطع المستقيمة التي تمر بهاتين النقطتين أو التي لها البداية، نقطة البداية ونقطة النهاية كما هو موضح. نكتب القانون، هذا القانون. طيب أين X1 Y1 Z1 وأين X2 Y2 Z2؟ مثل ما ذكرنا أيهما تريد فلا خلاف في ذلك. ممكن أن نعتبر هذه النقطة هي X1 Y1 Z1 بحكم أنها نقطة البداية، وتصبح هذه النقطة سالب 6 و6 و3 هي نقطة النهاية، أي أنها X2 Y2 Z2. أو ممكن العكس، ممكن نعتبر هذه نقطة البداية ونعتبر هذه نقطة النهاية، لا خلاف في ذلك. المهم أن نرتب
لما نبدأ بهذه نعتبر هذه نقطة البداية خلاص، يصير هذه x1 y1 z1، وهذه x2 y2 z2. إذا اعتبرنا هذه نقطة البداية وهذه نقطة النهاية لا خلاف في ذلك، المهم أن نرتب ونراعي الترتيب. طيب الآن x2 ناقص x1، طبعا هنا بدأنا بأن اعتبرنا هذه نقطة البداية وهذه نقطة النهاية، تصبح هذه x2 وهذه x1، إذن سالب 6 ناقص سالب 9 تربيع زائدا 6 ناقص سالب 2 تربيع زائدا 3 ناقص سالب 2 تربيع. جميل جدا. الآن الخطوة القادمة ما هي؟ الخطوة القادمة هي أن ندمج السالب مع السالب. إذا كان السالب وبعده لحقه سالب مباشرة فيدمج ليصبح موجب، سالب مع هذا السالب أصبح موجب، وهنا كذلك سالب مع هذا السالب أصبح موجب، وهنا كذلك سالب مع هذا السالب يصبح موجب. ممتاز. الآن سالب 6 زائد 9 3، 3 تربيع 9. طيب هنا 6 زائد 2 8، 8 تربيع 64. هنا 3 زائد 2 5، 5 تربيع 25. طيب ممتاز جدا. إذا سالب 6 زائد 9 3، ولا ننسى التربيع 3 تربيع، 6 زائد 2 8 ولا ننسى التربيع 8 تربيع، 3 زائد 2 5 ولا ننسى التربيع 5 تربيع. الآن فك التربيع، 3 تربيعها 9، 8 تربيعها 64، 5 تربيعها 25. نجمع الآن 9 زائدا 64 زائدا 25 كم يصير؟ يصير الناتج 98 تحت الجذر. إذا طول القطع المستقيمة التي لها نقطة البداية ونقطة النهاية كما هو موضح يصبح طولها جذر 98، وبالآلة الحاسبة ممكن نحسبها جذر 110. إذا جذر 98 راح يكون أقل من 10، ممكن 9.9 أو 9.8 تقريبا بالآلة الحاسبة. طيب ثانيا، منتصف قطعة مستقيمة في الفضاء، كيف نوجد منتصف قطعة مستقيمة في الفضاء؟ نقطة المنتصف M للقطعة المستقيمة A و B، حيث أن A X1 Y1 Z1 و B X2 Y2 و Z2 هي تصبح كم؟ أو يصبح القاعدة أو القانون هو، طبعا يشبه إلى حد ما ويشبه إلى حد كبير، طبعا يشبه ماذا؟ يشبه نقطة المنتصف للقطع المستقيمة AB في المستوى الثنائي. M هي X1 زائد X2 على 2 Y1 زائد Y2 على 2. كنا نقف هنا، كنا من أول نريد إيجاد نقطة المنتصف M للقطع المستقيمة AB التي إحداها فيها X1 Y1 و B X2 Y2، كنا نقف هنا. الآن في الفضاء فعندنا Z1 و Z2، يصبح Z1 زائد Z2 على 2. إذا نقطة المنتصف هي أن نجمع الأول مع الأول على 2، الثاني مع الثاني على 2، الثالث مع الثالث على 2 فقط. طيب مثال، أوجد نقطة منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين 8 و 3 و 4 و سالب 4 و سالب 7 و 5. بكل بساطة خذ الأول مع الأول، اجمع اقسم على 2، 8 زائد سالب 4 على 2، 3 زائد سالب 7 على 2، 4 زائد 5 والناتج على 2. الحل هذا القانون، x1 زائد x2 على 2، y1 زائد y2 على 2، z1 زائد z2 على 2. نفس الكلام، أين ال x1 وال y1 وال z1، وأين ال x2 y2 z2؟ طبعا نعلم هنا جمع، والجمع عملية إبدالية، فلا ضرر أن نجعل هذه نقطة البداية وهذه نقطة النهاية، أو العكس تكون هذه نقطة البداية وتكون هذه نقطة النهاية، لا بأس في ذلك. فهنا اعتبرنا أن هذه نقطة البداية، إذن 8 زائد سالب 4 على 2 و 3 زائد سالب 7 على 2 و 4 زائد 5 على 2. نجمع ونقسم على 2 لكي نوجد نقطة المنتصف. طيب 8 زائد سالب 4 4، إذن 4 على 2، 3
زائدا سالب 7 سالب 4 ولا ننسى 2 سالب 4 تقسيم 2 وأخيرا 4 زائد 5 9 9 على 2 ممكن أن نجد هذه 4 تقسيم 2 2 سالب 4 تقسيم 2 سالب 2 و9 تقسيم 2 يساوي 9 على 2 كما هي أو تساوي 4 ونصف 4 ونصف. تمرين: أوجد نقطة في منتصف القطع المستقيم الواصلة بين النقطتين سالب 7 و2 وسالب 5 وسالب 2 وسالب 5 وسالب 8 كما هو الحال. نكتب القانون، هذا القانون. بعد ذلك نعوض سالب 7 زائد سالب 2 على 2 ثم 2 زائد سالب 5 على 2 ثم سالب 5 زائد سالب 8 على 2. سالب 7 زائد سالب 2 كم يساوي؟ سالب 9، إذن سالب 9 على 2. 2 زائد سالب 5 سالب 3، سالب 3 على 2. سالب 5 زائد سالب 8 سالب 13، سالب 13 على 2. الآن شوف كم خلاص الآن الملخص انتهى. طبعا هذه الخطوة لا يوجد تبسيط. سالب 9 على 2 خلاص يعني تقريبا سالب 4 ونص، سالب 3 على 2 سالب 1 ونص، سالب 13 على 2 تقريبا سالب 6 ونصف. ولكن إذا حولناها إلى صيغة عشرية أو تظل كما هي في صورة كسور. ما أخذناه هذا اليوم: المتجهات في الفضاء، تعيين نقطة في الفضاء، والمسافة بين النقطتين في الفضاء. تعيين نقطة في الفضاء، نبدأ في البداية بالنقطة X1 وY1 ثم بعد ذلك ننطلق إلى الأعلى أو إلى الأسفل على حسب قيمة الزد. إذا كانت الزد موجبة نصعد إلى الأعلى، إذا كانت الزد سالبة ننزل إلى الأسفل. المسافة بين النقطتين في الفضاء تعطى من خلال هذا القانون: جذر التربيعي X2 ناقص X1 تربيع زائدا Y2 ناقص Y1 تربيع زائدا Z2 ناقص Z1 تربيع. نقطة منتصف قطع مستقيمة في الفضاء تعطى من خلال القانون: X1 زائد X2 على 2 وY1 زائد Y2 على 2 وZ1 زائد Z2 على 2. هذه نقطة منتصف قطع مستقيمة في الفضاء. نجمع الأول مع الأول تقسيم 2، الثاني مع الثاني تقسيم 2، الثالث مع الثالث أو العدد الثالث مع العدد الثالث تقسيم 2. شكر الله لكم حضوركم وتفاعلكم، بارك الله فيكم. نلتقي بمشيئة الله تعالى في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.